وننتقل لمتحف السادات. مكتبة الإسكندرية بتضم متحف كامل للرئيس الراحل محمد أنور السادات، والمتحف ده زي ما بيقولوا كده حدوتة تانية لوحده. هنشوف مع بعض فيه كل المقتنيات الخاصة بالرئيس الراحل أنور السادات، وكمان صور الشخصية والميداليات التذكارية والبايب اللي كان بيستخدمه والعباية اللي كان دايماً بيحب يلبسها الرئيس الراحل أنور السادات لما يروح قريته في ميت أبو الكوم. ده غير إنك هتشوف كمان البدلة العسكرية اللي كان لبسها وقت العرض العسكري لاحتفالات أكتوبر وتم اغتياله بها. لسه أتوبيس السعادة بيتجول في مكتبة الإسكندرية، والمفاجأة الكبيرة اللي كانت في انتظارنا وتحديداً حدوتة مختلفة كان متحف الآثار. فكرة إنشاؤه كانت مع وقت إنشاء مكتبة الإسكندرية نفسها، لأنهم وقت حفر أساس المكتبة لقوا حوالي 111 قطعة أثرية من مختلف العصور، وده كان السبب الرئيسي علشان يتعمل متحف كامل للآثار بمختلف العصور في مكتبة إسكندرية. ومن أهم القطع اللي تم العثور عليها كانت قطعة من الفسيفساء. دلوقتي هتلاقي المتحف بيضم عشرات القطع المختلفة والهامة. المتحف كمان بيضم صالة اسمها صالة الحياة في العالم الآخر، ودي عشان فيها مجموعة من المومياوات والتوابيت الفرعونية والرومانية من عصور مختلفة. ده غير كمان ان في نسخة طبق الأصل من حجر رشيد، وكمان رأس الإسكندر الأكبر. أتوبيس السعادة النهاردة بيوجه لكل أسرة بتتفرج على حلقتنا النهاردة دعوة إن إحنا لازم ناخد أولادنا ونروح على طول على مكتبة الإسكندرية. مكتبة الإسكندرية حقيقي، وإنت فيها هتحس إنك دخلت عالم مليء بالمغامرات الممتعة والشيقة.